دكتور حسام فهمي، مساء الفل. مساء النور يا محمود، ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. دكتور حسام دكتور نفسي ومؤسس موقع اضاءات وصانع افلام وناقد سينمائي. كده غطيتهم كلهم ولا في حاجه وقعت مني؟ غطيتهم كلهم، بس هعدل بس شيء. عدل، ما انا فاهم يعني، انا قلت هجتهد. بص، هي الناس فاهمه في الموضوع ده، تمام، بجتهد في النقطه بتاعت التقديم. وعلى فكره قبل ما نبتدي تصوير انا قلت كده لحسام، قلت له نتعرف اكتر على الكاميرا بدل ما نقعد نتعرف بره الكاميرا وبعد كده بقى نقعد نتكلم كاننا يعني، فلا احسن. فانا بعمل اسامبشن بيطلع غلط، انت بتصحح. يلا، كل الكلام مظبوط، بس في موقع اضاءات. الموقع الحقيقه بدا في البدايه بمؤسسين هم اصدقاء، محمود هدهود، محمد الفاتح، احمد ابو خليل، مهند شادي، واحمد عبد الجواد، وبعد كده احنا انضمينا معاهم. ثانيه واحده، دول المؤسسين؟ دول الخمسه، اول خمسه خالص، وبعد كده احنا انضمينا معاهم، وانا كنت واحد من اللي انضموا بعد كده معاهم. يعني انت من الويف الثانيه يعني؟ مظبوط. اوكي، مظبوط. بس يعني صفه التاسيس لا غير منفيه عنك. ما نتمنى يعني ان احنا كلنا نعتبر مؤسسين في الخير في المشروع. احنا حاليا بعد كده، انا كنت بقى سنين طويله مسؤول عن الباب الفني كله في الموقع، وواحد من اعضاء مجلس التحرير بتوع الموقع حتى الان. الطب النفسي بقى ده حقيقي، انا شغال دكتور نفسي في المانيا، في برلين. انت دكتور نفسي ممارس؟ ممارس. انا كنت فاكرك بطلت. لا، بشتغل فول تايم طبيب نفسي حتى الان. اوكي، نايس. بعد ما نقفل الكاميرا في مواضيع مهمه عايزين نتكلم فيها. بشتغل دكتور نفسي في برلين في مستشفى اسمها هومبولد كلينيكوم. هي يعني يمكن تعتبر المستشفى النفسيه الوحيده اللي موجوده في شمال المانيا، اللي فيها قسم طب نفسي بيتعامل بلغات مختلفه. احنا بنتعامل بالالماني، بالعربي، بالانجليزي، وعندنا ناس بتتكلم بقى 14 لغه، فارسي، بلغاري، كل ما يمكن تتخيله. اوكي. النقد السينمائي مكمل بادئ معانا من ايام كنت طالب في الجامعه. كنا عملنا نادي سينما، وبعد كده بدأنا نكتب عن الأفلام. بعد كده لما انتقلت لألمانيا حبيت أخد الخطوة بتاعت صناعة الأفلام، وحاليا من حوالي سنة واحد من خمسة برضه مؤسسين لشركة اسمها ريد ليفز فيلمز. ريد ليفز فيلمز؟ مظبوط. في برلين عندنا حاليا بس فيلم في البوست برودكشن، وعندنا فيلم تاني ان ديفلوبمنت، ده بتاعنا بقى. يعني فيلم الاولاني البوست برودكشن كان بتاع اثنين من الخمسه المؤسسين، وانا الفيلم الثاني ان شاء الله شغالين عليه حاليا. فيتشر ولا شورت؟ فيتشر. واو. يعني انتوا ليكم فيلم طويل مكتمل بالفعل؟ الفيلم طويل مكتمل هو فيلم دوكيومنتري. الفيلم الثاني اللي احنا شغالين عليه بتاعي هو فيتشر، ناريتيف روايه. اوكي. طيب، تواجدك في مهرجان كان اولا، دي المره كام ليك في كام؟ دي المره الثانيه. الثانيه. تواجدك علشان دور الناقد ولا دور صانع الافلام ولا بشكل ما غريب ممكن يكون دكتور الطبيب النفسي بيعمل حاجه هنا ولا ايه بالظبط؟ موجود ولا عشان اضاءات؟ موجود بشكل رئيسي عشان احنا كاضاءات فتحنا ده حاليا منصه جديده اسمها كروم، بنعمل لها اطلاقه. مهتمين اكتر فيها بصحافه الفيديو كمان. فانا موجود المره دي حاليا عشان احنا نفسيين يعني. خالص خالص يعني، مهدي فاهم، اتمنى في النهايه مهدي يحبس ان الناس تشوفنا يعني. ضروري والله. ده اكيد اكيد. على فكره انا علاقتي باضاءات قديمه يا جماعه، اللي ما يعرفش يعني، انا من انا كتير قوي يا دكتور حسام كنت بعبر للناس ان انا اصلا بدات الموضوع ده كله عشان انا كان نفسي اكتب في السينما وما حدش سابني اكتب في السينما. ويا ما رحت للناس قلت لهم اكتب ببلاش في الاول والدنيا تمشي وبتاع، وما كانش فيه اللي هو ليه انت مين وكلام زي ده. فحتى بعد ما عملت فيديوهات كنت دايما عاوز ارضي الجانب دوت عندي، ان انا اكتب ريفيوز او اكتب عن السينما واللي بكتبه دوت يتنشر. فمن اوائل الاماكن اللي وفرت لي ده كانت اضاءات، من خلال تعاون اعتقد ان احنا كتبنا مع بعض مش عارف مقالين او ثلاثه او حاجه زي كده. بعد كده السحله بقى سحلتنا للاسف ما كملناش. بس لا، انا علاقتي باضاءات قديمه جدا اعتقد يعني. مظبوط. فاحنا حاليا بنحاول نعمل جزء الفيديو ده اكتر، فانا موجود عشان ده، زائد كمان ان بشكل رئيسي كناقد، بشكل تاني كمان عشان اعمل يعني بعمل مجموعه من التجارب كده، ان انا اتكلم عن الفيلم بتاعي مع، لان حاليا الفيلم الشركه بتاعتنا موجوده في المانيا، الفيلم هيكون موجود بيتصور في برلين، الحوار داخل الفيلم عربي والماني، بس انا ما كنتش اتكلمت مع صناع سينما عرب عن الفيلم، فحاليا انا كمان بحاول استغل ان انا موجود عشان اتكلم عن الفيلم مع صناع سينما عرب، اخد رايهم، عشان مش حابب اكون في النهايه بعمل شيء منفصل تماما عن الواقع العربي يعني.
بتعمل ده بشكل كاجوال على هامش المهرجان ولا باستخدام المنصات اللي بيوفرها المهرجان زي الماركت والحاجات اللي مش فاهمها قوي بصراحه لان انا شخصيا ما بختلطش بيها يعني. لا انا حاليا بعمله بشكل كاجوال بس انا ليا كونتاكتس جوه الماركت وليا كونتاكتس مع الناس اللي جايه بتحضر اللي جايين يحضروا اصلا عشان الماركت فبستغل ده يعني. انا اتكلمت مع اكتر من كوبروديوسر من المانيا من الهند. هتسالني ليه الهند؟ بس الهند ده سوق كبير جدا يعني. واو يعني هحط بوك مارك هنا وارجع لها دي. ومن كمان من مصر ويمكن يعني في اكتر من اتفاق يمكن يتم في النهايه مع مجموعه من الناس. وكنت يعني كنت بعمل حتى معظم الجلسات دي جوه الماركت رغم ان انا مش موجود من المشاركين في الماركت. بس انت زي ما احنا عارفين يعني يمكن محمود شرح لكم بشكل مفصل ازاي ممكن تاخد بادج. بالبادج الصحفي تقدر تخش الماركت وتقدر تتكلم عن جوه الماركت وده بقى انت وشطارتك. طبعا لو انت مدعو هيبقى متاح ليك انك تعمل بيتشنج او عرض لفكرتك على المنصه وتتكلم عنها بشكل يعني اكثر تنظيما. لكن لو ده مش متاح تقدر كمان تعمل نتوركينج كويسه حتى لو انت جاي كناقد سينما او ككاتب مقالات سينمائيه او فنيه. فاحنا واحنا بنقترب من نهايه المهرجان تقدر تقول ان انت مهمتك نجحت ولا او نجحت بنسبه كام في الميه؟ 60-70% على الاقل. انا مبسوط الحقيقه من التغطيه اللي احنا بنقدمها على المستوى صحافه الفيديو. عملت اكتر من حاجه مبسوط بيهم. يمكن كمان السنه دي انا كنت متواجد في اكتر من مؤتمر صحفي منهم المؤتمر بتاع يوجوس لانسيموس. لازم تفكرني كل شويه. حسام خلى ايه مصطوم تضحك يا جماعه. والموضوع دوت يعني سايب لي غصه في قلبي مش عارف اتخطاها بسهوله يعني. المؤتمر الصحفي بتاع رومرز كيت بلانشيت وجاي مادن هو المخرج والمؤتمر الصحفي بتاع واحد من اهم افلام المسابقه الرسميه ذا برنس علي عباسي وسباستيان ستان. يمكن انا كنت ببقى موجود شبه بشكل دائم في المؤتمرات الصحفيه في برلين لكن في كان دي اول مره اركز بالشكل ده. والسؤال بتاع مؤتمر صحفي في عشان بس الناس تكون موجودين معانا انت في المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي بيبقى من 30-40 دقيقة، يعني بيبقى في النهاية حوالي تقريبا 5 أسئلة، منهم بيبقى سؤال أصلا البداية اللي بيبقى المودريتور بتاع المؤتمر الصحفي بيقدمه. بيروح واكل نص الوقت. مظبوط، فهو في النهاية هيدي المايك لأربعة أو ثلاثة. فكرة إنك تحضر ثلاثة برنس كونفرنسز وتاخد المايك في الثلاث مرات ده حاجة. دي صدفة ولا دي مهارة؟ دي مهارة. عملت طب ما اتعلمها. انا عموما ما بح... يعني ولا يبدو ان انا غلطان باني مش مهتم بالمؤتمرات الصحفيه بس ايه اعمل ايه؟ اقول لك مبدئيا الناس بتسال اسئله غايه في التفاهه عاده. اكيد انا واسم. عندي اللازمه المعروفه اللي دايما I don't really have a question I just want to congratulate you. او تقول it was very great movie الحاجات دي كلها. فانت حاول تسال سؤال ذكي مفتوح. ايوه بس انت مش عارفك ان المايك هيجي لك اصلا. هقول لك ايه دي المهمه. هقول لك المايك يجي لك ازاي؟ المايك يجي لك ازاي؟ المودريتور اللي بيقدم المؤتمر الصحفي مش هو اللي بيختار الناس اللي بتختار الاسئله. اللي بيختار الناس اللي هتسال بيبقى مساعد ليه بيبقى عاده واقف على يمينه او على شماله وانت يعني ده بقى بتيجي مع الخبره انت هتبقى عارف مين المساعد ده. سلام. عشان في ناس كتير بتبقى قاعده متخيله ان انا رافعت ايديها هيجي لها عشان المايك. هو اللي يشوفك. لكن لا مش هيجي لك المايك خالص. انا بحاول ارفع ايدي للمساعد اشاور له وساعات لو انا داخل المؤتمر من بدري بكلمه اصلا بقول له قبل ما اقعد بقول له ان انا هسال سؤال وممكن اقول له السؤال كمان. اللي حصل هنا ان انا كلمت المساعده بتاعه المودريتور في اول مؤتمر صحفي بتاع يوجوس لانسيموس فضلت مأجلاني للاخر لان كانت بتدي بقى بتوع نيويورك تايمز وهوليدي بورتر كل الناس الثقيله خالص. وبعد كده اخر سؤال خاص اديتهولي. السؤال بتاعي عمل رد فعل كويس عند يوجوس لانسيموس وعند ايما ستون وعند الناس كلها. كركبت الدنيا في كده. مش قوي كده يعني بس هم عجبهم السؤال وهو قال ان انا عجبني السؤال. وهي بصلت لي ساعتها لما قال انه عجبني السؤال اللي بصت فخ اللي هو انا اديتك الفرصه وانت مش عرفتني يعني تمام. فبعد كده في المؤتمر الثاني اللي انا حضرته بتاع كيت بلانشيت انا اول ما شويت لها هي خلاص شويت لي ان انا نفس المودريتور بنفس الاسيستنت. يمكن مش نفس المودريتور بس نفس الاسيستنت. خلي بالك هم بيغيروا المودريتور لكن ما بيخشوش الاسيستنت. فهي دي المسؤول. درر والله يا احسن انت عملت درر والله دروس. يا سيبك بقى من كل حاجه حصلت في المهرجان الكلمتين دول بيدفع فيهم فلوس يعني. فهي شويت لي خلاص ان ابتسمت لي وخلاص بقينا اصدقاء يعني فادتني المايك. فانا السؤال بتاع المؤتمر بتاع كيت بلانشيت هو انا كنت يعني هو الفيلم
رومرز بيتكلم عن اجتماع لرؤساء الدول السبعه الكبار وبعدين بيتوه في الغرب. بالظبط شفته جميل. هم قاعدين بيتكلموا ان هم بوليتيكال ساتاير يعني هم ساخرين سياسيين وبيسخروا من رؤساء دول العالم وما الى ذلك. فانا حبيت اسال سؤال في قلب ده اللي هو انت بتعمل افلام سخريه سياسيه وعشان تعمل سخريه سياسيه يجب ان تكون متحارب من اي خوف ان انت ينفع ان انت ممكن تتكنسل لو انت عملت اي شيء المجتمع ما يحبوش او السياسه ما تحبوش. فهل عندك القدره انك تعمل فيلم يعني سخريه سياسيه عن ما يحدث في العالم حاليا والشرق الاوسط حاليا؟ السؤال ده خلى ثلاثه يجاوبوا من البانل والمخرج جاوب مره وبعد كده قال انا في النهايه اعتقد الاجابه الشورت ان انا مش هنعرف نعمل. المؤلف استثار وقال ليه لا احنا ممكن نعمل ده واحنا مش جبنه. قال وانوت كاوردز وتحمس وبعد كده قال احنا ممكن نغضب الناس اللي احنا خايفين نغضبهم. وبعد كده رجع للمخرج تاني قال لي اتس ا جريت كويشن ده سؤال عظيم لكن انا ان ادكويت ان انا اجاوب عليه انا يمكن اكون غير قادر ان انا اجاوب عليه. هي ساعتها يعني برضه لما هو ادى سؤال عظيم هي بصت لي برضه بصت اللي هو انت يعني بتسال سؤال مهم انا اللي جايباك انا اللي جبته من ام بي. بعد المؤتمر انا سالني اكتر من مراسل بتوع صحف اجنبيه كمان عن السؤال وسي بي سي بقول لك كركبت الدنيا سي بي سي الراديو والويب سايت الشهير في تغطيته للمؤتمر الصحفي كان تقريبا نص المؤتمر الصحفي عن السؤال ده. واو. وكوت مي يعني من يعني اقتبسني من البدايه للنهايه. واو واو واو. فهو خلاص انت بدات يعني خلاص تبني ان انت ما بتقعد لما تدخل المؤتمر الصحفي وترفع ايدك هم الناس عارفينك. خلاص انت بقى ليك هيستوري فبقى مفهوم. خلاص في مؤتمر علي عباس انا عملت حاجه كمان ريسكي شويه انا كنت شفت فيلم والمؤتمر كان بدا. فعادة انت داخل متأخر في المؤتمر مستحيل تدخل. دخلت المؤتمر وادتني سؤال. فيعني هو فكرة ان انت بتبني عندهم يعني ايرث بروفايل ان ده شخص اولا هم بالنسبة لهم كويس ان حد بيسأل خارج امريكا واوروبا يعني ده كويس ان حد وبيسأل سؤال كويس وما بيقولش احنا مبسوطين ان احنا قاعدين معاك وبيسأل سؤال مفتوح مش اجابته او لا وبيسأل سؤال بيخلي الناس تتكلم وفي نفس الوقت برضه بيسال سؤال ما بيعملش خناقه يعني بيخلي الناس تتكلم بس باحترام بس ف دي لعبه المؤتمرات الصحفيه. احاول اتعلم والله من الموضوع ده بجرب حظي كده يا استاذ محمود ده احنا اللي نتعلم منه. لا والله ازاي انا بقول لك انا اصلا خبرتي في المؤتمرات او في البانل ديسكشنز ان جنرال كانت مره في مهرجان دبي كانوا عاملين بانل ديسكشن لوست وورلد قبل ما يتكنسل كان قاعد مش فاكر اسمه واحد من الاخوه الهيمسورث تهيألي اظن يعني وكان قاعد جيفري رايت. جيفري رايت اصلا مشهور عالميا بانه شبيهي مش انا اللي شبيهه هو اللي شبيهه. فرفعت ايدي وزي ما انت بتقول طبعا الاسئله قليله جدا وجالي السؤال وسالته حاجه ليها دعوه بالقرار بتاع الكوميتمنت بتاع الممثل بان هو لما بياخد مسلسل بتبقى فاهم ان انت هترجع له على الاقل عدد المواسم هترجع له 8 مرات ودي سلوت تايم ما ينفعش تقولها لا ولو جالك مشروع انترستنج فيها انت مبدئيا اب فرونت بتقول له لا فده قرار سهل ولا صعب وبيتاخد ازاي وبتاع ما اعرفش مين. طبعا هو جاب عاديه جدا يعني بس انا ساعتها كنت بعمل سب تايتلز بالعربي تحت فرحت مترجم الترجمه على مزاجي بقى قلت ايه بقى محمود سؤالك دوت اهم سؤال بتسال محمود واخد بالك جفرا بيقول لي محمود يا محمود ده ومش عايز اقول لك انا لما ارجع امريكا هقعد افكر في السؤال ده لانه غالبا غير حياتي للابد. بس من واضح ان انت عملت كده فعلا من غير ما تلعب في الصوت. يعني هو يمكن الناس عشان في ناس بتتخوف تماما انها تسال اسئله بتكون خارج السياق اللي هم بيتكلموا جواه بس انا ليه ما نحاولش. هي دي حرفيه الصحفي في رايي او ريبورتر فكره ان هو يعرف يلاقي سؤال ملفت ومختلف ومفيد وداخل السياق. مظبوط. وزي ما انت بتقول مش الهدف الاساسي بتاعه منه ان هو ياخد اللقطه وخلاص خالص ويا سلام كمان لو يرستريكت نفسه في الوقت يبقى خفيف قوي على قلب المودريترز. مظبوط. بدل من الناس اللي بتمسك الحديده ما بتصدق ما تسيبهاش والحاجات دي. اعتقد 10 ثواني كفايه خاصة يعني الاسئله دي رغم انها اسئله معقده كلها يعني لو شفت الناس شافت 10 ثواني وبسرعه انت مجهز عاوز تقول ايه وبتقوله وخلاص. وبس عشان انا قلت ان انا يا اسئله تبدو انها في الاخر عن السياق السياسي بتاع الافلام لكن انا كمان كنت بحط معاها جزء عن السياق الفني يعني مثلا لانثيموس انا كنت بساله عن ازاي هو التكنيك السينمائي اتغير من افلام لو بادجت في اليونان لافلام يعني مالتي مليون برودكشن في امريكا وبعدين قلت حته بقى فاني عشان هو اديني ان هو وانا يعني كيوريوس ان هل في حد من الكاست كله شاف افلامه اليونانيه
فهو ده اللي خلى ايما ستون تضحك وقتها، شفتها اكتر من مره قالت لي خد رقمي. لا معلش ده بس فكره ان انت تسال كمان سؤال فني تخليهم يعرفوا يتكلموا عنه. الفيلم بتاع علي عباسي انا سالت مثلا سباسيان ستان ازاي تأدي دونالد ترامب من غير ما تبقى كاريكاتور، من غير ما تبقى كرتوني، لان هو شخص كرتوني بالستون بتاع الصوت الشعر حركات الايد، بس هو محظوظ بالفتره الزمنيه اللي كان بيمثلوا فيها. عظيم، لان لو خدت بالك في اخر فيلم الانقلاب حصل نسبيا، بدا يبقى كاريكاتور او بدا يقرب من الشخصيه اللي احنا عارفينها، فلازم يبقى فيها بعد كاريكاتوريه. مظبوط مظبوط. انت طب نتكلم عن الفيلم نفسه، انت ايه رايك في فيلم جيت نوس؟ هو الفيلم من وجهة نظري هو طبعا مثير للاهتمام ان علي عباسي كمخرج دنماركي من اصل ايراني بيعمل فيلم امريكي ومتأثر بالاجواء بتاعة الافلام الامريكاني الايطالي سكورسيزي كوبولا، ده من وجهة نظري الافلام اللي قايمة على وجود جاد فازر او صديق مقرب وبعد كده بيحصل نوع من انواع الخيانة ليه. يعني هو فيلم عشان الناس اللي شايفينه هو عن العلاقة ما بين دونالد ترامب والمحامي بتاعه اللي كان في البداية زي اب روحي دي yes. وبعد كده ازاي العلاقه دي بيشهدها الخيانه يعني. مفهوم. يمكن ده اللي كان بالنسبه لي يعني هو العلاقه دي بالنسبه لي هي احسن ما في الفيلم يعني. انا مش حاسس انها كانت كويسه اساسا، حاسس ان الفيلم يعني وانت بتقول لي بابعاد افتكرت رح تقول بابعاد تلفزيونيه، لان هو يبدو زي ما يكون فيلم تلفزيوني. ممكن نتكلم عن انا شايف هو لو خدت بالك هو غير الشكل التلفزيوني بتاع هو علي عباسي نفسه بيقول في حد كاتب ان الفيلم عامل زي افلام الفيديو الرديئه. انا عاوز اقول له بابا عليك انت فهمتني صح. طب لا 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 تكريم، انت لما تقول افلام الفيديو الرديئة ده مفهوم كويس جدا لما رايح للحقبه بتاعت نيكسون وريغان، فمفهوم كويس قوي لغه الصوره تعمل ايه، لكن انا بتكلم على انه على مستوى النارتيف وعلى مستوى الايقاع وعلى مستوى اسلوب السرد اللينير العادي تماما اللي ما فيهوش اي شكل من اشكال التلاعب عامل زي الفيلم التلفزيوني. انا زمان كنت شفت مره فيلم تلفزيوني عن دونالد ترامب وعن زواجه من زوجته الاولى وكلام أيوة. زي ده والله ما فرق كتير، مش شايف ابداع فني يعني. الحاجه الوحيده اللي قدرتها هو اختيار الفتره اللي بيحكي فيها الحدوته اللي هي والتسميه العبقريه باسم البرنامج بتاعه اللي هو دي ابرنتس. والفكره بتاعته ما بقتش ان هو بنتكلم على البرنامج، لا احنا بنتكلم على دونالد ترامب شخصيا لما كان ابرنتس، لما كان تحت جناح حد تاني اقوى منه. وبعدين الانقلاب او التحول اللي عمله سيباستيان ستان وفي رايي هو صاحب الاداء الافضل، وانا عارف ان دي جابك لشيء جدا، مين صاحب الاداء الافضل اللي عمل ترامب؟ الكل كان متوقع وانا كنت متوقع ان جيرمي سترونج اللي هو عمل المحامي هيبقى اقوى، لكن انا في رايي فرصه مهدره، لان طبعا الوالد ده ممثل عظيم جبار. جيرمي سترونج ممثل عظيم. في الفيلم دوت ما لمستش يعني، لا لمست الفتره بتاعت الافتراء قوي ولا لمست لحظه الانتصار قوي، لان طبعا يعني زي ما يكون التركيز كان على شخصيه دونالد ترامب اكتر. فالتحول اللي هو عمله من شخص احنا ما نعرفوش تماما اللي كان في بدايه الفيلم للشخص الترامباوي اللي احنا نعرفه النهارده بشكل تدريجي حلو جراديوال جميل، وهو اداه كويس جدا. ما كنتش متوقع ده من سباستيان ستان يعني، عمري في حياتي ما خدت على محمل الجديه كممثل اصلا. سباستيان ستان كان عامل السنه دي في مهرجان برلين دور كويس، خد عنه احسن ممثل. فيلم اسمه ديفرنت مان لمخرج امريكاني جديد اسمه ايرن شومبرج. انا يعني برشح للناس انها تشوف الفيلم لان هو ميكس غريب جدا. ايرن شومبرج مخرج امريكاني صغير في السن بيفكرني بودي ايرن وهو صغير، بس مع ميكس ديفيد لينش. يعني هو بيعمل حاجات فيها اوكوردنس وتنفع تبقى كوميدي، بس فيها نفس الجانب الغريب تماما الغائبي تماما بتاع عالم ديفيد لينش. بس سباستيان ستان عنده دور عظيم في الفيلم ده اللي كان خد في فبراير احسن ممثل في برلين. فهو يعني هو سباستيان ستان راجل جاي من عالم مارفل بيعمل خطوات كويسه كممثل. هو كممثل جوه عالم مارفل ما كانش جامد. لا بالظبط بالظبط، بس انا بتكلم ان هو يعني الممثل بتاع افلام عالم الابطال الخارقين ان هو يعمل خطوات ان هو يعمل افلام بيعمل فيه ادوار تقيله بالشكل ده، ده شيء مش هين. اختبارته الاولانيه ما كانتش عجباني، شفته في اي تونيا ما كانش مبهر بالنسبه لي. اعتقد ما كانش عنده المساحه دي. بس احنا في النهايه في فيلم علي عباسي، انا في النهايه الفيلم انا حتى في الريتنج احنا بنعمل ريتنج سيستم من 5 نجوم انا مديه 3 نجوم. انا مش شايف ان هو يعني ماستر بيس، وشايف ان هو من احسن 5 افلام في المهرجان، بس هو فيلم انترتيننج يعني. انا ما زهقتش وانا قاعد بتفرج على الفيلم، وحبيت يعني حبيت ان يعني مش الافلام اللي تخليك انت عاوز تسيبها وتمشي. يا بص انا مختلف معاك نسبيا في النقطه ديت، لان كنت حتى وانا بفكر جوه دماغي كنت بقول لو هتكلم على للناس عن الفيلم هقول ايه؟ هقول هو قصه مثيره للاهتمام للي ما يعرفهاش.
الحقيقه مش مثير للاهتمام حتى يعني. راجل دخل تحت جناح ما اعرفش مين، استخدم الادوات اللي ياما اتهرست سينمائيا من التاثير على على السياسيين واصحاب القرار والما اعرفش مين، وطريقه التلاعب الثعباني ما بين الخطوط اللي ما اعرفش مالها علشان. بس هو انت بتقول يعني كنت عارف التفاصيل ديت عن حياه دونالد ترامب اصلا بالظبط المحامي ده؟ يعني انت كمان شفت، انت بتقول ان شفت ما اهتمتش لما عرفت. انت بتقول شفت فيلم تلفزيوني قبل كده عنه وانت كده كده لا فيلم تلفزيوني كان مركز قوي على طب مراته. بس انت كمان قائل الفتره دي بشكل كويس. انا اعتقد يس. الناس اللي مش عارفين دونالد ترامب بدا ازاي ده مهم بالنسبه لهم ان هم يشوفوا الفيلم يمكن جاهز. طب انت ايه احلى فيلم شفته في المهرجان السنه؟ والله انا بايزد شويه، انا بحب سورنتينو جدا. اوكي. فانا حقيقة فيلم سورنتينو عجبني جدا. انا فيلم سورنتينو عجبني بس مش لدرجه انه يبقى المفضل. انا لسه مخلص المشاهدات المسابقه الرسميه. بالمناسبه انا اكتر فيلم لمسني في المهرجان كله هو فيلم مش المسابقه الرسميه. هو اخر فيلم للمخرج الفرنسي لويس كاراكاس. هو فيلم 40 دقيقة وفيلم تجريبي تماما. بس ده يعني اختيار غير شائع، يعني ده حاجة شخصية اكتر. لان اسمه ايه؟ الفيلم الفرنساوي اسمه يعني لو ترجمته بالانجليزي هيبقى مي تو. هو عامل كولاج من افلامه ومع كولاج من العصر الحالي مع فيديوهات هو لسه بيصورها حاليا. هو فيلم تجريبي جدا يعني. بس انا لمسني جدا 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 ويعني اشعرت في نهايه الفيلم يعني. بس الحمد لله كان في المسابقه الرسميه فهو فيلم، او لو في الافلام الطويله عموما مش لازم مسابقه رسميه، في الافلام الطويله عموما هو فيلم سورنتينو. فيلم سورنتينو هو في سورنتينو الطبيعي، عالم سورنتينو بتاع تقدير الجمال، الاحتفاء تماما بالجمال، زائد هو يعني يا جماعه استاذ على مستوى الصوره بشكل كبير جدا يعني. الناس اللي بتتكلم عن سرد الحكايه من خلال الصوره اتفرجوا على سورنتينو يا جماعه. وفي النهايه انا شايف ان حتى القصه كفكره الست الجميله اللي هي عاوزه تظهر للعالم انها مش بس جميله لكن كمان بعمل حاجات، انا كمان ذكيه كمان عندي عقل، معموله بشكل غير في يعني. دي حكايه ينفع تديها لمخرج من بتاع الصوابيه السياسيه يعملها بشكل غير قميء تمام. سورنتينو انا بالنسبه لي عاملها بشكل في جريس كده، في رحمه يعني، يحمل التاويل كمان ان هي نفسها ينفع تقول انها شخصيه متلاعبه في نهايه الفيلم. صحيح. وفي سؤال وفي علامات استفهام حول ما اذا كانت ذكيه فعلا ولا لا، او بتدعي ذلك عن طريق الطول اللي هو بيكرمها جوه الفيلم، وده كان مختلف وجميل جدا. الكويك كامباكس لو يعني انا عمال ابرر نفسي على الويتي كامباكس، الفكره ان انا اجاوب الاسئله بسرعه بطريقه ذكيه بطريقه ملفته. جاري اولدمان عامل دور حلو قوي في الفيلم. انت ايه اكتر فيلم عجبك من المهرجان؟ ايميليا بيريز لسه مصمم على هذا الموضوع. يمكن ده شائع وسط زوار المهرجان يا جماعه، انا بس للاسف ما شفتش الفيلم بس لسه هشوفه. ما شفتوش؟ ما شفتوش. يا ريت الحلقه. بس انا يعني انا سمعت كتير عن انا ما بحبش الميوزيكلز وحبيت الميوزيكال سايد بتاع الفيلم دوت اكتر حاجه فيه، بعيدا عن انه حدوته حلو وتمثيله حلو. في حاجه ملفته قوي مش عايز احرق لك يعني الموضوع، ان قضايا الفيلم بتتجدد على الاقل مرتين جوه الاحداث. يعني هو في قضيه اصلا الاحداث بتبتدي بيها بتخلص وبعدين بنخش على بلاك فريم، طب انت هتكمل فيلم ازاي؟ خلصنا خلاص. فيلاقي داعي ذكي جدا لاستمرار القصه لغايه نقطه معينه الفيلم خلص تاني، وبعدين يلاقي داعي تالت لتجديد الاحداث والانعاش الاحداث، وده كان شيء ذكي قوي. والاغاني رائعه. انا في اغاني لازم هنزلها عايز اسمعها عندي في العربيه للبلاي ليست يعني. فاهم. انا يمكن اللي انا سمعته كمان من نقاد اجانب فكره ان انت بتعمل بطل على المستوى المورالي يعني مستوى الاخلاق، بيعمل اختيارات اجراميه يعني، بس انت كمشاهد بتتعاطف معاه. ده مش سهل خالص. ودي بالمناسبه تيمه متكرره في افلام كتير في المهرجان ده. هو البريمس بتاعت الفيلم كلها على بعضها لو تيجي تحكيها لحد لازم هياخدها على محمل الهزل. تاجر مخدرات مرعب مخيف، يا هو استعار الصفات الرعب بتاعت الكارتيل من غير ما يجددها، انت عارفها خلاص. وعاوز يقلب ست. لما تيجي تقول لاي حد في الدنيا هيفهم انه احنا جايين نهزر بقى فيلم كوميدي وبتاع ما اعرفش. حاول دوت جاد الى اقصى درجه ممكن تتخيل، ومن حالات التوتر الشديده داخل الاحداث رغم ان الدنيا ميوزيكال كذلك، فمش فيلم سهل. سمعت ده كتير. يمكن احس ان محتاجين نكمل المشاهدات. احنا يعني الناس اللي بتيجي يعني الناس اللي عاوزه تيجي تحضر المهرجان يا جماعه، الموضوع صعب جدا، متعب على المستوى الجسدي، لان انت والله يعني زي ما ميسي كده الجسد لا يرحم يعني. انت بتوصل على نص اليوم وبتصدع وبيجيلك شد عضلي من الجاي ما بين السينمات،
ففي النهايه بيقع منك. كده بيني وبينك نمت في كام فيلم؟ فيلمين. نمت في فيلمين من حسبه كام؟ مش فاهم، ما عدتش الحقيقه. يعني انت ليك شفت مثلا اكتر من 15 16 فيلم؟ ممكن 20 فيلم مثلا. ممكن 20 فيلم نمت في فيلمين. انت ايه الاخبار؟ ممكن اكون شفت 15 فيلم ما نمتش في واحد. بجد؟ مش بسبب الافلام. بس للسبب اللي انت قلته. بسبب التعب والكلام دوت لازم في تغفيله ولو حتى 10 ثواني. ممكن تحصل في افلام بقى، يعني فيلم كيفن كوستنر انا قمت قبل ما الصوت شخير يتسمع. لان خلاص يعني العمليه بقت ما فيش منها مهرب. لكن لا، ايميليا بيريز ما قدرتش اقفل عيني لحظه وانا بتفرج عليه. خلي بالك عباس كيروستامي المخرج الايراني الجميل يعني الله يرحمه، كان ليه جمله شهيره بيقول ان هو يعني يشعر بالسعاده جدا لو حد ينام في فيلم. ليه بقى؟ لان ان هو يعني على الاقل حتى لو فيلم ما عجبكش اديك نمت شويه. يعني عارف، انا سبق لي قبل كده ان انا خدت قرار النوم اثناء افلام رغم اني ما كانش كابس عليا النوم. اللي هو استفدت ساعدتك تكليف. ساعدتك ان انا يعني لا يعني عايز اهرب منك باي شكل من الاشكال، وعاوز استغل ان انا قاعد في كرسي حلو والتكييف شغال، فقررت انام. ايوه لكن انا المهرجان ده لا، الفيلمين اللي نمت فيهم فيلم او كندا بتاع بول شريدر. بالمناسبة أنا الفيلم في النهاية كتبت عنه وقلت إن في حاجات كتير عجبتني جوه الفيلم، يعني أنا في حاجات كتير عجبتني جوه الفيلم بس برضه يعني هو نايمني شوية. لازم أقرأ اللي أنت كتبته، لازم أعرف عجبك إيه في الفيلم. لا أنا نمت كتير في الفيلم، نمت كتير قوي يعني. وأنا بالمناسبة بول شريدر في سكان يعني في فضيحة كبيرة جدا حصلت معايا أنا شخصياً، ممكن أقولها بقى؟ جوهر. أنا بعمل يا جماعة انترفيوهات مع الناس وببعت لهم قبلها بفترة. أوكي. سورنتينو مثلا للاسف الناس قالت لي ان انت وصلت للليست بس الليست طويله فاحنا هنضطر نقصها ومش للاسف مش هتعرف تعمل انترفيو. كنت هتعمل انترفيو مع سورنتينو؟ انا يعني الهايلايت بتاع الفرص الضائعه دي كان سكورسيزي في برلين. سكورسيزي في برلين انا كنت على راس القائمه، يعني انا كنت هبقى الثاني او الثالث في الانترفيوهات لما جاي ياخد الدب الذهبي لشرفي السنه دي، لان يعني ناس في برلين بتقدرني شويه. لكن هو للاسف لغى كل الانترفيوهات وقال انا هعمل مطور صحفي بس، فدي يعني ممكن تكون اكبر فرصه ضائعه في حياتي في انترفيوهات يعني. لكن انا السنه دي بعت بول شريدر وكنت موجود في الليست، بس البي ار العلاقات العامه يعني بتاعته طلبت مني 1800 يورو عشان اعمل انترفيو، وده عندي بالايميل يا جماعه، يعني انا عندي الايميل مكتوب كده، عندي بالايميل مكتوب. دي فضيحه. فضيحه فضيحه فضيحه. فكره ان انا بعد كده في واحد صديقي سويدي وعلى بول شريدر اللي هو يعني هو فضيحه من ناحيتين. انا مع انا فضيحه ان حاجه زي كده تتباع ده كوم. فضيحه ان حد يدفع فلوس عشان يقعد مع بول شريدر. في النهايه راجل عامل تاكسي درايفر على عيني وعلى راسي، عامل تاكسي درايفر وبول ريجينج بول يا عم على نفسه. بس في النهايه هي فضيحه، هو دلوقتي قيمته اصلا كناقد اكتر منه ككاتب او كمخرج. بس هي فضيحه كمان عشان ده يعني ده حصل، ده ما حصلش مع كل الناس يعني. هم اختاروا ناس معينه طلبوا منهم فلوس. لان انا قابلت ناقد سويدي انا اعرفه شخصيا وقلت له الموضوع ده واتجنن، لانه قال لي ان هو عمل معايا انترفيو في نفس اليوم وما بدفعش حاجه. فهو قال لي ده يا اما عنصريه ان هو يعني هي اختارت العرب وطلبت او شايفاك مثلا شويه فلوس او بتدفع عايزين يفلتروا العرب فقالوا لهم كده. دي حاجه فهي يعني الى اقصى درجه. وتتناسق معاها 100% ان الفيلم معفن ووحش وممل وعامل زي ما يكون يعني هو بيدور عن افكار عشوائيه لرجل عجوز على فراش الموت، فكلها قصص متشابكه وملهاش معنى مع بعض، واللي كاتب الفيلم نفسه غالبا كان في نفس الحاله. دنيا منتهى العشوائيه. لا دي فضيحه، لا لو مكانك ما اسكتش والله. فضيحه يعني احنا نسيح هنا ونسيح في حته ثانيه كمان. يمكن انا اتكلمت مع مجموعه من الاصدقاء ان انا احاول اكتب ده يعني في اوتلت انجليزي. بس هشوف، لان انا عشان اقول ده ووصل استنتاج ده معمول ده اتعمل ليه، عاوز اعمل بس بحث كويس مين اللي عمل معايا انترفيوهات كلهم في المهرجان احاول اقابلهم. لكن ده يا جماعه ملاحظه بس كده مبدئيه، في اوض الانترفيوهات اللي بتتعمل للنجوم الكبار الناس البيبل اوف كلر، الناس اللي مش بيض عددهم يتعدى على صابع ايدي الواحده في المهرجان كله. وده للاسف ارث طويل من العنصريه يعني. انا السنه دي عملت انترفيو، يمكن اهم انترفيو عملته السنه دي في المهرجان كان مع راؤول بيك، هو المخرج بتاع I'm Not Your Negro، كان مترشح اوسكار I'm Not Your Negro وخد بافتا. بس هو راجل من اصل افريقي بيعمل افلام عن العنصريه فعشان كده اختارني. يعني بس هو في النهايه هو مخرج راجل واخد بافتا ومرشح للاوسكار، الفيلم الجديد بتاعه عن اول مصور اسود في جنوب افريقيا في زمن الفصل العنصري، فيلم بديع، فيلم دوكيومنتري، في ماتيريال سريالي
يعني المتاهه بتاعت ان انت تشوف صور فيديوهات متصوره محطه قطر فيها 4 متر واقف فيهم 4000 بني ادم سمر، وبقيت المحطه كلها مكتوب وايتس اونلي. يعني يمكن ده يعني ده اكثر السجريجيشن بتاع جنوب افريقيا اللي سمعنا عنها كتير ما شفناهاش. الفيلم ده لان الناس يعني يقال يعني ده كان المصور الوحيد اللي كان بيصور في جنوب افريقيا، وفي الاخر هو هيبقى امريكا. والفيلم قايم على ان الراجل ده في 60,000 نيجاتيف من بتوعه اتسرقوا اللي عليهم التاريخ ده كله. ولقوهم امتى؟ 2016. فالفيلم ده معمول عن النيجاتيف ده، عن الماتيريال اللي جواه. وهو طول الفيلم بيسال مين اللي سرقه ومين اللي اظهره دلوقتي؟ لان هم في الاخر لقوا النيجاتيفز دي كلها في بنك في السويد، والبنك السويدي بيقول احنا ما نعرفش مين اللي قاعد على الحاجات دي. دكتور حسام نورتني جدا جدا جدا. هستاذنك بقى ان ايه المواضيع السخنه اللي اتكلمنا فيها ديت هي اللي هحطها في التايتل والثمنيل، كيف تسرق الحديده في المؤتمرات الصحفيه، فضيح البولش ريدر في المؤتمرات المقابلات. بس بجد نورتني وسعيد جدا باللقاء ده، وان شاء الله باذن الله يتجدد دائما. انا سعيد جدا يا محمود، سعيد بالتعرف عليك كمان. يا جماعه انا اول ما طبعا انا عارفه بتفرج على فيديوهاته من زمان زمان خالص يعني، بس هو يعني انا سعيد ان احنا تعرفنا على بعض شخصيا. اخيرا انا اسعد والله، الف شكر.